طبعا لابد أن أشير أن مصر قلقة جدا من استمرار الصراع في غزة، لأن هناك ضحايا كثر، ولأن مصر لديها الكثير من المساعدات من الشعب المصري ومن دول مختلفة في تعقيد في إدخال المساعدات، لأن إدخال المساعدات يحبط الخطة الإسرائيلية في القضاء على أهل غزة، وفي نفس الوقت يحبط الهدف الاستراتيجي لإسرائيل وهو القضاء على المقاومة. وما دامت المقاومة مستمرة فإن الضحايا سيسقطون بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة. ولذلك تقدمت مصر بالمبادرة على أساس أن لديها اتصالات بالمقاومة وبجميع فصائلها، ولديها أيضا اتصالات بإسرائيل. والولايات المتحدة يجب أن تدعم الموقف المصري، لأن المبادرة المصرية تتكون من 3 مراحل، وهذه المراحل في مجملها تحاول التوفيق بين إسرائيل وبين المقاومة. أما فرص نجاح المبادرة فهذا يتوقف على المقاومة أساسا، لأن إسرائيل رفضت المبادرة في صياغتها الأولى، ثم عدلت مصر كثيرا في أفكار المبادرة، ويقال أن المقاومة رفضت أيضا في المراحل الأولى للمبادرة، ولكن أوراق الضغط المصرية على إسرائيل كثيرة جدا، وتستطيع مصر أن تمرر المبادرة من الجانب الإسرائيلي، ولكن تخشى مصر أن تتهم من جانب المقاومة بأنها تريد أن تنهي المقاومة، لأن المبادرة تتضمن إنهاء الحكم بتاع حماس على غزة واللجوء إلى السلطة الفلسطينية، وهذا ما لا تريد إسرائيل أصلا. ولذلك فإن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار مطلقا، والمبادرة المصرية تنص على وقف مؤقت لإطلاق النار، ثم بعد ذلك تبدأ الأطراف في تبادل الأسرى، ثم في النهاية تطول وقف إطلاق النار يصبح شاملا، وبعد ذلك تدخل الأطراف المختلفة المتصارعة في حوار ومفاوضات بمساعدة الجانب المصري، حتى يمكن أن يبرموا هدنة دائمة كما حدث في 2014. مصر تدخلت في 2014، تدخلت في 2012، ونجحت الجهود المصرية في ذلك الوقت. أنا مستغرب لماذا تترك الولايات المتحدة مصر وحدها في الميدان دون أن تكون وسيطا معتبرا هي وقطر. يعني قطر ماشية في اتجاه مختلف، ولكن الولايات المتحدة ومصر وقطر يعتبروا وسائط بين إسرائيل والمقاومة، والهدف الأساسي هو وقف الدمار لغزة وأهلها. ولذلك الأزمة الحالية في إسرائيل تسهل قبول المبادرة المصرية، لأن إسرائيل فيها أزمة طاحنة حول موضوعين. الموضوع الأول هو استمرار القتال وحتى يمكن القضاء على حماس وتحرير الرهائن بلا مقابل من الجانب الفلسطيني، وهذه أحلام وردية لا يمكن مطلقا أن الواقع يؤيدها. أما الشق الآخر فهو الحديث مسبقا قبل تحقيق هذا الهدف المثالي عن مستقبل غزة، مستقبل غزة بعد حماس. أنا أقول أن الواقع يشير إلى أن مستقبل إسرائيل هو اللي في خطر، ولذلك تأتي المبادرة المصرية لإنقاذ إسرائيل والمقاومة معا.
أما فيما يتعلق بمصير المقاومة فذلك أمر يقرره الشعب الفلسطيني وحده عن طريق الانتخابات. لا ننسى أن حماس اكتسحت انتخابات 2006 واستحوذت على المجلس التشريعي وعرضت على أبو مازن أن تشكل حكومة ائتلافية بين حماس وبين السلطة، ولكن أبو مازن رفض في ذلك الوقت وكنت شاهدا على ذلك.